من كان يتوقع أن مسلسلاً كوميدياً سيحول بطله إلى رئيس؟ في هذه الدنيا لا مكان للمستحيل. قبل نيسان عام 2019 كان فلوديمير زيلينسكي رئيساً افتراضياً في عمله الكوميدي خادم الشعب، الذي يحكي قصة أستاذ متواضع فاض به الكيل من الظلم المحيط به، فأخذته الصدفة نحو رئاسة البلاد. زيلينسكي الذي لعب دور البطولة وخاض معترك الرئاسة في عمل فني، وجدت شخصيته مكانها في قلوب الأوكرانيين، ما دفعه رغم افتقاره لأي خبرة سياسية لتحقيق فوز ساحق أمام سلفه ومنافسه بيترو بوروشينكو. وتحول الدور إلى حقيقة. زيلينسكي المولود في مدينة كريفيري من عائلة يهودية، اتخذ نقلة نوعية في حياته، فمن كتابة وإخراج وتمثيل المسلسلات إلى كتابة القرارات وصياغتها، ورئيسا لأفقر البلاد الأوروبية والغارقة في فساد مؤسساتها. ولكن التحدي الأكبر كان أمام الكوميدي الرئيس، هو روسيا المتربصة على الحدود الشرقية والتي تعتزم غزو أوكرانيا، ما يضع زيلينسكي وجها لوجه أمام فلاديمير بوتين تاجر الحرب المحنك وربيب أجهزة المخابرات السوفيتية. فهل سيتمكن من قلب الطاولة على بوتين كما قلبها على الحياة السياسية الأوكرانية؟